وحشتيني يا دينا، وانت قوي. وحشني ان احنا نشتغل مع بعض قوي. مش وحشتني ان انا اشوفك، انا بشوفك كتير. ايوه بس عايزي، وحشتني برضه. لا بجد انا كمان قوي. بس احنا اشتغلنا مع بعض كتير. اعتقد ان جه وقت احنا خدنا قرار كده ضمنيا ان احنا نبطل نشتغل مع بعض. لا اللي هو نريح شويه ونرجع تاني. بس ريحنا كتير. اخر حاجه اشتغلناها 2017. ضحكت ولا ما ضحكتش؟ بتقف حدود صراحتي لو حاجة ما تخصنيش أنا لوحدي، أو لو أخدت رأيي عن حد أو كده، لأن دي مش حاجة بتاعتي أنا بس. بس لو حاجة يعني حاجة ليها علاقة بي أنا بس، ببقى صريحة قوي. أنا هقول لك اللي أنا شايفاه. شايفة أن المشكلة أنه للأسف إحنا بناخد فكرة الجواز أن هي نهاية العلاقة مش بداية العلاقة. مظبوط. ده مش حقيقي. هي المفروض بيبقى في فترة تعارف، سواء اتنين بيتعرفوا على بعض، اتخطبوا، whatever. هما ما بيبقوش على طبيعتهم. هو كل واحد بيبقى عايز يبليز اللي قدامه. انا عايز اطلع بيرفكت وانت تطلع بيرفكت، فنبسط قوي احنا الاثنين مع بعض. تطلب سلطه ما تطلبش اكل، وبعد الجواز تطلب الحمام المحشي. طبعا انا عايزه اورنج جوس فريش وكده، وفجاه يلاقيها بتضرب باي حاجه في الثلاجه، مش حتى يعني قاعده. فالفكرة إنه المشاكل الحقيقية بتبدأ لما أي حد بيعيش مع التاني. صح. فبتشوفه على حقيقته. طب أنا لو مبينة حقيقتي من الأول، I don't think إن ده هيحصل. دي حاجة. تاني حاجة، إن مش بتكلم على الرجالة بس، أنا أنت عارفني أنا مش باخد سايد حد مع حد، بالعكس أنا ممكن يعني أنا حيادية جدا يعني. بس اللي أقصده إنه كل واحد بيتخيل إنه امتلك اللي قدامه. فلما بتمتلك حاجة زي أي حاجة، أنا دلوقتي لو نفسي في عربية أو نفسي في شنطة أو نفسي في ساندويتش حتى، ودقته أو أخدته أو بقى بتاعي، بقى ملكي، بعد كده بدل ما الشنطة دي كنت بحطها على رجلي وأنا قاعدة أو على الترابيزة، هبقى رميها على الأرض. فهي دي الفكرة، إنه إحنا تملك تملك، وبتتعود بتتعود، وواخد ده حطيت في بطنك بطيخة، أنا اتجوزتها خلاص، أو أنا اتجوزته خلاص. صح. أو أنا بينا عيال. صح. لا، المفروض كل يوم يبقى، انت عارفني احب الحب قوي. ايوه كل يوم لازم يبقى كانه يوم جديد، حياه جديده. بالظبط. صح. اعتقد ان دينا هتسالني اسئله كتير عن الحياه، يمكن اكتر من الشغل. ايه الاسئله بالظبط؟ يمكن مش عارف. طب تشربي ايه؟ لا بص، انا شربت واكلت كتير قوي، انا كده محتاجه يعني.